هي شبكه مثلا نص ساعه نص ساعه يلا شغله 45 تداول 400 جرام من مختلف الفواكه والخضروات يوميا او حتى نص كيلو مش تحفظ 500 جرام نص كيلو على الاكثر. تجنب اللحوم المعالجه 30 دقيقه من النشاط المتوسط كالمشي او 75 دقيقه من النشاط الشديد كالجري وذلك في كل اسبوع على نمو الكليات جيدا قبل شرائها وعلى على حضور معنا ودعم الدوام يوم علمي مكثف وتوعوي أصدرت فيه مجموعة توصيات وكذلك بحضور معالي وزير الصحة اليوم الذي استمع إلى كل المحاضرات وخصصنا حقيقة وقت كبير من وقته ومشكور عليه. ألقت محاضرات عن سرطان الثدي وسرطان الرئة وسرطان البروستات والقولون، هذه السرطانات الأكثر شيوعا في العالم. نستذكر هذا اليوم وندعو كل الجهات الراعية والمسؤولة للعمل على تقديم خدمات أفضل لمرضى الأورام. عملية الكشف المبكر، ولذلك ستلقي الدكتورة نجلاء المهندس طبيب أورام بمركز الأورام الحميدة التي تحول إلى أورام خبيثة. فهنا بعد أهمية نقطة هذه الشيء إن إحنا كيف ننشأ من اللحميات ممكن أخرى ينشأ في الناس اللي يكون عندها فقم يبدأ تبان عليه الأعراض اللي هي الألم في البطن والتغير في التبرز زي ما معدل المصابين بسرطان القولون حوالي 1.9 مليون باهي ومعدل الوفيات وجودة طبعا الحياة. من هي الفئة المستهدفة اللي إحنا بالكشف المبكر؟ في غرض تغطي على عضلات القفص الصدري وتشوف أي تغييرات تبدأ. كذلك العمل على تجهيز واستكمال مركز أورام بنغازي الآن في طور الاستكمال إن شاء الله تعالى. كذلك هذه الأيام لا تخص مرضى الأورام فقط بل تخص كذلك الأصحاء منهم، لأن الوقاية والكشف المبكر والرعاية الصحية هذا شيء مهم جدا، لأن الوقاية خير من العلاج. حينما يستكشف المرض بشكل مبكر بصورة مبكرة حيكون نسبة الشفاء كبيرة، نسبة العلاج أقل، الخسائر أقل، التكاليف أقل. أتمنى الصحة للجميع وبالجميع وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا المجلس القومي للمرأة الليبية أول وقت تقرفنا هو مع حقيقة المجتمع المدني وزينات المسلمين في حضارات أكثر من أي شيء ثاني. يعني راهي نسبة لا بأس بها. يا ريت يقوي ككشف كإشعاع كنسب ثدي الأشياء اللي هي مهمة. بارك الله فيكم الناس الأخصائيين الحقيقة اللي نسيتهم